ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده احنا راجعين بفيديو قوي جدا ما بيني انا وتوتا. النهارده احنا عاملين مشتريات الشتاء، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. دلوقتي يا جماعه احنا هنوريكم تحضيراتنا للشتاء، واحنا نزلنا وجبنا لبس، واحنا هنوريه لكم وبرده هنقيسه وتشوفوا علينا وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه اوريكم حاجتين. اول حاجه جبت البلوزه دي اهي. اول حاجه وجبت برضو مين الدرس؟ مين الدرس ده؟ هو جاي عليا درس اصلا اهو. وده برضو شكله من ورا اهو. جبت جيبة دي اول مرة في حياتي اجيب جيبة بريسيبر. بس البريسيب بتاعها حلو، يعني مش ضيق ومش واسع. حلو. طب يلا حطيها. لها حزام على فكرة، الجيبة دي لها حزام، حزامها ورا. ايه سبورت. ماشي اوكي. وجبت الشال ده اهو، جبته ابيض. ماما فضلت تزعقلي اهو اهو. اعملي عليك ولا لسه ما تقيسي اللبس اهو؟ بس شكله حلو والله. ما كنت مزعلي علشان هو ابيض يا حبيبتي، وانت هتروحي بيت درس مدرسة. وجبت الترنج ده والشماعة اهو. افتحي البنطلون بتاعه اهو، وبنطلونه برضو نفس النظام. حطي البلوزة اهو، بنطلونه برضو. مش دايبة الشماعة دي يا ده معبر، دي دايبة شماعات نص ونص. وجبت ستريتش سويت اسود. جبت الترنج ده، هو كبير عليا اهو. في برضه خط ابيض، كل حاجتي فيها ابيض مش عارفه ليه. لا من عيد الجيب. والبنطلون بتاعه برضه ابيض. مش ابيض، في خط بس. ايوه كده بالمقلوب كده. لا هو كده صح صح صح. وليه استك من تحت؟ جبت السكارف. يا رأزي يا جماعة ده؟ لازم المسكرف. هتشوفه دلوقتي لما البسه، وما تنسيش الشرف. والله لازم الشرف كمان. بصوا يا جماعة دي كانت حلقة جنة. يلا يا توتة بقى هي هتلبسه مع الفرحة والبندانة السوداء لازم برضه. دي كانت حاجة جنة. خلاص ماشي. يلا بقى توتا بقى تورينا حاجتها. يلا يلا يا توتا. دي اول حاجه يا جماعه توتا جابتها، جابت الميني دريس ده عاجبها. ما تلبسوش دلوقتي، ورينا بس حاجتك وبعد كده بتلبسي. بس انا جبت ده، بس جبت تحت ستريتش اوريكم. وجبت شراب بامبا لازم الشراب. وجبت السيرويته دي يا بنتي. السيرويته دي طالعه موضه يا جماعه. السيرويته دي ايه؟ عفريت. انا بقول عليها عفريت بس ولها ديل. ارنوب. سلوته الارنوب دي ماشي. وجبت البنطلون جينز رينا. جبت البلوزه دي برضو. دي مش اسمهاش بلوزه، ما اسمها تيشيرت ولا تيشيرت. ما مش عارف. يلا قولوا لي يا جماعه رايكم فيها. هي لونها مش صفرا، يعني مش عجباني لونها، مش مشي هي. أيوة. طالعه صفرا بس هي مش صفرا. ايوه ماما على فكره هي موضه جدا يا جنى. انت بتختارها؟ انا قلت لها لا هاتي لون تاني مش عارف ايه. اللون ده مش مشي. شكلي بتاع الترين دي جنى. ايوه لا والله ده طالعه موضه يا بنتي. هي ايه بتحب الحاجات بس اللون اللي ده هي مش عارف بيدفي. وجبت البنطلون ده لسه جديد، بس هي كانت قايساه حته اتنين. انا كنت قايسه بقى تحت. جبنا كانت قايسه ماشي. وجابت كمان دفايه. فين الدفايات بتاعتك؟
فين الدفايه؟ مش لاقياه ازاي يعني؟ مش لاقياه. وده الاستريتش؟ وجبت الاستريتش السود بقى. ماشي. وهنقيس ونرجع. يلا يا جماعه هما يقيسوا. احنا اصلا لسه هننزل نجيب حاجات تاني، بس عشان انتوا عارفين اليوم بيبقى قصير وكده فما لحقناش نجيب كل حاجه. احنا بنفضل نلف بقى ومش عارف ايه، فعقبال ما جبنا الحاجات دي اصلا المغرب كان جدا يعني. احنا رايحين الساعه 7 الصبح وجينا العشاء عشان بس نجيب شويه الحاجات دول. فيلا بينا بقى نقيس الحاجه ونرجع لك. ماشي. يلا بص. لا والله جميل يا جن والله. كبر عليا شويه. بصوا بصوا يا جماعه ده كبير على العيشه كويسه اهو. في خط برده من جنب ابيض. من شكله جميل ده. اول ترنج يا جماعه مع جنة وتوتا. وده كبير قوي عليها. طلع كبير شويه عليها. ايوه احنا اتفاجئنا بعد ما جبناه اصلا. هو كان جميل على المانيكان وقلنا يجي على قدها. هي بصراحه ما قاستهوش، بس ايه هو كان عاجبها. رينج زي ما انتم شايفين اهو مكتوب عليه من هنا ومن هنا برضو. وده سعيد وده حزين. فيس هتقعدي تاني. جميل يا جن. وريني انت توتا بقى. ده الطقم بتاع توتا يا جماعه، هي اللي مختاراه. ايضا اعطولي في كومنتات اجيب عليه طرحه لونها ايه، عشان بس الطرحه دي وخلاص. بس انا مش عارفه اجيبها لي الطرحه لونها ايه. ماشي اوكي. اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات يعني ليه عليه طرحه لونها ايه. اه بصوا يا جماعه شكله حلو طبعا. البنطلون الجينز الجديد توتا يا جماعه هي اللي مختاره الطقم ده. وجنة عماله تعيبه عليه مش عارفه ليه. والله جميل يا جنة حلو. هو بيدفى ومريح جدا وبتقولي ده مش شكل الترينج. لا والله حلو مش ترينج ولا حاجه. بعد ده تالت طقم مع جنة. انا بقول لها ان دي بتطلع بره الجيبه. طب ممكن تورينا بره الجيبه؟ طب ماشي اهي دي وهي مدخلها في الجيبه. تعالي هنا شويه اهو. بتدير وبتلف بتدير كده. دي ما بتدخلش في الجيبه يا حبيبتي، دي موضه قديمه قوي. طب طلعها بره الجيبه. طب بصوا بقى يا جماعه انا نسيت اوريكم الشال بتاعي. الشال بتاع توتا هي المختاره لونه وانا ساعدتها بصراحه. رايكم في الكومنتات كده الاحلى. انا ده رايي. طلع معاك كده ايه؟ انا مش عايزاها كده. لا هي حلوه والله العظيم اقسم بالله كده احلى كده. ضيق ضيقه كده. ضيق ايه؟ ضيقيها كده. استني يا جدعان مرفوعه اهي. ايه ده؟ لا ماما دي يا ماما. اسكتي يا ماما. كل واحد ليه رايه. كل واحد ليه دماغه. بس كده حلو. لا انا كده والله العظيم كده جميله وشي. لا طب خلاص مش هو ده تاني. طب اكتبوا لنا تحت يا جماعه في الكومنتس يعني بره الجيبه ولا جوه الجيبه. يلا بصوا يا جماعه تاني حاجه ايه بس معرفش كده. المهم يا جماعه ده الطقم اللي هو الابيض في اسود ده ما كانش عاجبني اصلا، بس ازاي شكله كده طلع اسود. بحس ان هي طالعه من فزوره. فاكرين الفوازير بتاع زمان كان بيلبسوا ابيض في اسود؟ هو ايده طويله عليها شويه عايزه تتكسم. اه تتعمل من هنا كده شويه. قولوا لي يا جماعه تلبس طرحه لونها ايه. وانا جايبه. اه انا لبست الطرحه دي. بص انا لابسه عليها الاستريتش عشان اصلا اهدي لقيت الطرحه دي عندي فلبستها كده عشان اجرب. بس عامل شكل عالم مصر ابيض واسود واحمر. قولوا يا جماعه تلبس طرحه لونها ايه. اه في الكومنتات اكتبوا لي في الكومنتات تلبس طرحه لونها ايه. انا من رايي ابيض في اسود يبقى ابيض. لا يعني هو ابيض في اسود. انا لو طرحه ابيض في اسود مشجره. بص بص يا جماعه كده بس عايز تقولوا رايكم في الكومنتات. توتا يا جماعه لبستوا كده على الاستريتش. اه الجنس احلى ولا في الاول على الاستريتش؟ قولوا لي انا همشي برايكم. ماشي. يلا ده الشال عليه اهو. سوري يا جماعه. جميل. تراك على ايه؟ وانا في حاجه بتضحك. يلا بينا بقى نستقم اللي بعده وتشوفون. دي يا جماعه بتاعتي. قول لي رايكم فيها ولا هنعمل من ورا. انت عارفه اصلا ده ايه الخشبه دي؟ بس يا جماعه بتاعت توتا. اقفي بس يا توتا ورينا القرنين دول. ارنوب هي علاقه ارنوب ومن ورا لها ديلي. تدوري كده تدوري. وكده كنت بتاع فيديو النهارده. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه. وتفعلوا الجرس.